السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتهضروا معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم البصاره الشماليه بطريقه جد سهله ورائعه. يلا تقوا معايا المقادير. غادي نحتاجوا في المقادير عندي هنايا معلقه كبيره نتاع الكمون، الملح على حسب الذوق، نص معلقه صغيره نتاع البزار يعني الفلفله كحله، شويه نتاع الزعفران. المهم انا ما عنديش الخرقوم، ما فكندير الخرقوم كندير نص معلقه صغيره نتاع الخرقوم، ما كاينش درت غير واحد شويه نتاع الزعفران. عندي واحد الربيطه صغيره نتاع القزبر ومعدنوس، واحد شويه هيا راها مكسوره مطيه. عندي هنايا الفصوص نتاع الثوم 6. المهم هاد السته اللي تيجيو تقولوا زعما راهم كثار ولا لا، راهم كيجيو في البنه زينه، كيعطيو البنه البصاره مخيره. عندي هنايا نص كيلو تاع البصاره تاع الجلبان. المهم بغيتو ديرو الجلبان ولا الفول، يعني نفس الطريقه. انا شديت الجلبانه انا غسلتها ودخليتها في الماء شويه، يعني من الصبح درتها في الماء وخليتها تعرض، يعني حتى طلقت كاع داكشي البيض ديك النشا ديالها. وغادي نديرو زيت الزيتون. المهم زيت الزيتون على حساب المهم، بغيتو ديرو زيت الزيتون ولا تخلطو زيت الزيتون مع زيت الروميه. غادي نكثر هنايا الزيت، يعني غادي ندير تمن كاس ولا يعني كاس تاع العنبة، بغيتو تخلطو نص كاس تاع العنبة مع نص كاس تاع يعني نص كاس تاع زيت الزيتون مع نص كاس تاع زيت الرومية ديالو. أنا غادي ندير زيت الزيتون بوحدها. نوريكم الزيت شحال، قلت لكم ديروا يعني كاس تاع العنبه. غادي نوريكم الحالات بحال هذا، ديروا هذا، ديروا كاس وتديروا كاس تاع زيت الزيتون، نص كاس تاع زيت الروميه ونص كاس تاع زيت الزيتون. لكم اختيار، درت غير زيت الزيتون بوحدها. المهم يعني من الطاوله غادي تزيد الثوم. غادي ندير هنايا البصاره، الحمص، الجلبان. كما قلت لكم راني نكيتها ودرتها في ترطاب من الصبح، يعني الصباح بكري درتها ترطاب، مزقتها وغسلتها يعني حتى مبقاش فيها داك الشي البيض داك النشا ديالها. غادي ندير الربع القطور قطع عشوائية لحقاش غادي نطحنوه، عرفتو هاد الربعين تاع الفيرما ريحتو زينة. غادي ندير الثومة تاع هي قلت لكم 6، غادي نقطعها هي نقطعها هكا، أنا غير نقبض ونقطع، يعني هاي في السيف كتوجد هكا نو شتا 5 دقايق في السيف، ماشي 5 دقايق طيب ولا يعني 5 دقايق توجدوها. غادي ندير العطرية تاعي، وغادي نديرو الماء الكافي اللي غادي طفيه. غادي ندير هنايا 2 لتر كاع، غادي ندير الماء الكافي اللي غادي طفيه. شوفو العافية كي دايرة، يعني ممشي زعما غادي نديرها طيب صافي ونغطيها. من غادي نشوف الخطوه ديالها بدات طلع غادي نحيدها، غادي نوريكم بحالاش. هاي درتها هنايا طيب، غادي نخليها المهم غادي نغطيها، كي غادي نشوفها صافي بدات تطلع ديك الرغوه نتاعها صافي غادي نحيد المغطى وغادي نبقى نحيد ديك الكشكوشه. غادي نوريكم المهم مرحله بمرحله. انتم يا البنات كيف ما شفتوا هي بدات تبقبق، غادي نبقى نحيد هاد الرغوة غير بالشوية، هادي نحاول ما نهزوش داك الربيع، غادي نبقى نحيدها غير بالشوية بالشوية، المهم حتى ما تبقاش عندنا. غادي نبقى على هاد الطريقة هكا حتى نحيد كاع ديك الرغوة اللي عندي. المهم غادي نوريكم حاجة بحاجة.
هي ما بقاتش ديك الرغبه كما كانت، هي راني كاع قليتها هنايا صافي، غادي نخليها حتى طيب. شوفوا الشتا تبارك الله، هادشي عشني ما درت البيصاره. ها انتما البنات هي راه بدات كيدخل لها الطياب، شتو كي دايره، هي راه بدات طيب. غادي نزيد نخليها طيب على هكا، غادي نوريكم بحالاش في الاخير. ها هي راه كطيب صافي، السكي ولات، غادي نزلها غير واحد شويه صافي باش نطحنها ان شاء الله. صافي البنات غادي نطفي عليها نخليها تبرد واحد شويه ونطحنها، يعني باش ما نفرش الكاس نتاع الطحانه. ها هي البنات صافي غادي نطحنها دابا في مونيكس، خليت هاد الشويه هنايا عمرت الكاس، المهم بشويه بشويه. صافي البنات ها هي هنايا طحنتها صافي، غادي نبقى نخليها هكا طيب واحد شويه عاوتاني، انا رديتها على البوطه، المهم ما نحبسش من التحرك باش ما تلصقش. شوفوا اللون ديالها راه بدا كيتبدل واحد شويه، المهم هذا اللون اللي راه عندي هنايا ما كيبانش الصراحه، ما عرفلهاش. ها هو لونها شتون بعد ما طفيت يعني داك الفلاش، ها هو لونها كي داير راه خضر فونسي. غادي نخليها هكا مع التحراك صافي حتى نشوفوها وجدت ايا ونوجدوها في طبق التقديم. ها هي البنات بيد ما طابت البصاره، شوفوا كتجي هي كتجي كريميه والصراحه فنه. غادي نصاوبها دابا في طبق التقديم، وها هو الشكل النهائي نتاعها، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتردوا عليا الخبار، وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيوها مع احبابكم، وشكرا والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.